احدث انفو متتبعين هذا المنبر الاعلامي الجميل المتالق. رمضان كريم وعواشر مبروكه. معكم الفنان مراد اسمر. طبعا رمضان عندي بعض الطقوس معينه، كنبغي نكون بزاف مع العائله، كنبغي نشوف صحابي ديال الحي محمدي اللي هو مسقط الراس ديالي. طبعا عندي فيه عنده واحد النكهه خاصه، عندي حاجه واحده اللي كتشكى منها هي انني انا اللي كيعرفوني طبعا الجمهور ديالي داكشي انا مبلي بالخيل وداكشي كنفيق بالصباح بكري، سو كي في رمضان كنسهر وكتوصل ديك الوقيته ديال الفياق كنفيق ثاني بكري، كنفيق مع السبعه ولا الثمانيه كنلقى راسي بوحدي، ما كاين لا من عام تعيط لا من عام تهضر، ولكن كندوزوها شويه ديال الاستغفار شويه قرايه القران وهذا كي، ولكن رمضان كيبقى يعني هديه من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الشهوات ديال الوالده لا يعلى عليها، يعني صراحه واخا كنكونوا معروضين بزاف كنحاول نتهرب من دوك العرايات ديال الفطور باش نبقى بروفيتي من العائله. هم يعني تقريبا شهر رمضان هو الشهر اللي كنشوف العائله بزاف، يعني تقريبا بشكل يعني براتيكمون تو لي جور بشكل يومي. فطبعا الماكله المغربيه اللي كاينه في كل بيت مغربي اللي بصراحه لا يعلى عليها، وانا كنحاول شويه على حساب الريجيم، راك عارف ماشي على حساب الريجيم التبوكيصه ولا حساب رجلي، راك عارف ما كنبغيش نتقال باش رجلي حتى هي ما تضرنيش، راك عارف اللي كاين.